السلام عليكم، انا مصطفى وانت بتشوف الفيديو ده على قناه مستر بومتك. للاسف الناس اللي عارفه القناه دي وقفت تحقيق دخل، فيا ريت لو عايز تدعم القناه دي اشترك في القناه اللي هتلاقيها في اول لينك في الوصف. اول لينك في الوصف اشترك في القناه دي، هي دي القناه الجديده، فاشترك فيها عشان تقدر تدعمنا، واعمل لايك للفيديو لان الفيديو ده حلو. للناس اللي متابعه، لما بقول ان الفيديو حلو بيبقى حلو. ازاي تقدر تحول 10 دولار ل 10000 دولار؟ مجنونه؟ لا. اذا فهي عبقريه؟ لا. طيب يمكن تكون نادرة؟ برضو لا. طيب ايه هي الطريقة اللي تحول 10 دولار بس 180 جنيه مصري ل 180 الف جنيه مصري ل 10000 دولار؟ خليني اوضح لك الموضوع بشكل بسيط جدا. مصادر الزيارات في منها انواع كتير، منها انواع مدفوعة ومنها انواع مجانية. مجانية زي جوجل، مجانية زي فيسبوك، مجانية زي وسائل التواصل الاجتماعي كلها، يوتيوب، اي وسائل تجيب لك زيارات، دي الزيارات المجانية. ولكن في نفس الوسائل دي ممكن تعمل زيارات مدفوعة زي اعلانات جوجل، زي اعلانات يوتيوب، اعلانات على فيسبوك، كل ده برضو بيجيب لك زيارات مدفوعة. ولكن جزء كبير من الزيارات المدفوعة دي بتيجي عن طريق مواقع ارسال الزوار. مواقع ارسال الزوار، طيب في مشاكل كتير دلوقتي جت في دماغك، او لو انت محترف شويه او فاهم شويه هتقول في مشاكل كتير. مواقع ارسال الزوار ده مخالف، ده ادسنس بيرفض، ما قلتلكش استخدمها على ادسنس. دي اول قاعده، اوعى تستخدم الحاجات دي على ادسنس، تمام؟ ادسنس بيرفض. طيب مواقع اتسربت مش هتعدي الكلام ده؟ طب ايه اعمل هزار؟ ده انت جاي تهزر؟ لا، مش كل مواقع ارسال الزوار فيها نفس المشاكل دي، مش كل مواقع ارسال الزوار زي بعض، كلهم مختلفين، كل حاجه ليها ميزات معينه وليها عيوب، ولكن موقع النهارده مختلف تماما. طيب ثانيه بس قبل ما نخش ونشرح الموقع ده، طيب انا برضو استفدت ايه من الزيارات دي؟ انا دلوقتي معايا زوار هعمل بيهم ايه؟ وازاي هنستخدم الحاجه دي في ان احنا نكسب 10000 دولار من النت؟ بسيطه جدا، الفكره انك هترسل الزوار دي للمكان الصح. ايه هو المكان الصح؟ يعني انت مثلا في حاجه اسمها بروبلر ادز، دي شركه اعلانيه، شادي شطا لو تعرفوه استاذنا وعمنا في الربح، يعني البرنس بتاعنا، كان عامل فيديو كان شرح فيه قبل كده مواقع ارسال زوار زي موقع زوار. موقع برضو كان بيرسل زوار في وقت ما ولسه شغال عامه، بس يعني مش زي موقع النهارده خالص، تمام؟ عن تجربه انا جربت الاثنين وانا عارف بقول ايه. فالموقع موقع زوار ده كان هو بيستخدم من هو بيشتري زوار ب 3 دولار، بيشتري ب 3 دولار زوار وبيحولهم ل 1500 دولار. ب 3 دولار زوار بيحولهم ل 1500 دولار على موقع اسمه بروبلر ادز، بمجرد بس ان هو بيرسل زوار للموقع ده للاعلان بتاعهم بس. وصلت؟ لا ما وصلتش. انا عارف انت كمبتدئ مستحيل تكون فهمت لحد دلوقتي، ولحد الدقيقه اللي احنا فيها دي انت ما فهمتش حاجه، انا عارف، لان الموضوع ده والحلقه دي هي عباره عن مقدمه بسيطه عن السلسله، مش سلسله، هي عن الكام حلقه جايين ان شاء الله هنتكلم فيهم عن الحته دي وعن الموضوع ده كله. ولكن لازم تعمل لايك للفيديو عشان ابقى فاهم ان انت عايز اعمل الحلقات دي. لو انت حابب فعلا تعرف الموضوع بالتفاصيل اكتب لي في الكومنتات تحت ان انت عايز تفاصيل وعايز تعرف الموضوع كله ماشي ازاي، تمام؟ ولكن النهارده عشان برضو نكون عدينا جزء واكون اوضح لكم ان انا جد في الموضوع ده، هوريك النهارده موقع ارسال الزوار وازاي ممكن تشتري زوار وازاي ممكن تظبط الموضوع ده وتبعت الزوار وتدفع الفلوس وتعمل كل الكلام ده. الموضوع سهل جدا، وهوريك كمان ازاي انا كسبت منهم 40 دولار بكل سهوله. وزي ما انت شايف قدامك كده ده تصوير بسيط جدا بيوضح لك ازاي انا كسبت 40 دولار من الموقع ده بكل سهوله عن طريق الافلييه، بمجرد بس ان عملت شير للرابط ده لكام حد من اللي انا اعرفهم. قلت لهم يا جماعه ده موقع ارسال زوار، موقع كويس جدا، ناس من اللي انا اعرفهم صحابي يعني اللي انا عارف ان هم بيشتروا زوار كتير، فقلت لهم جربوه وجربوا اللينك ده، وفعلا اشتروا زوار بمبالغ ماليه معينه، وانا خدت 30% كوميشن على المبالغ دي وكسبت منهم 40 دولار، وده اثبات السحب. طيب شباب، دي واجهه الموقع بكل سهوله. عندك افليه بروجرام، دي اللي انا كنت لسه بتكلم عليها. عندك الموقع باللغه العربيه بكل سهوله برده عشان الناس اللي ملهاش قوي في الانجليزي، وعندك الموقع زي ما انت شايف هو اصلا باللغه الانجليزيه. هتخش على كلمه ريجستر عشان تعمل تسجيل بكل بساطه وكل سهوله ازاي هتشتري من الموقع ده زوار بكل سهوله. كل اللي هتعمله انك هتلاقي هتحط هنا اللينك بتاعك مثلا، وليكن انا هحط لينك المدونه بتاعتي، بالمناسبه برضو دي مدونه حلوه فشخ، فانت ممكن تدخل عليها تشوفوها، تمام؟ وتختار هنا الباقه اللي انت عايزها، وليكن مثلا انت هتشتري 300000 زائر ب 10 دولار، 300000 زائر ب 10 دولار لمده 30 يوم. يعني 300000 زائر دول هيتقسموا لك على 30 يوم، يعني مثلا هتاخد كل يوم 5000 زائر، 10000 زائر، 7000 زائر لحد 30 يوم، وهيكملوا في الاخر 300000 زائر. الموضوع ده حلو حلو في ايه؟ يعني دي ميزه حلوه ليه؟ حلوه جدا لان الوقت انت عمرك ما هتتقفش، عمر المواقع ما هتقفشك، عمر
شركات الاعلام هتمسكك، وانت برضو ما تحاولش ما يعني ما تفكرش بطريقه ذكيه شويه وتقوم ايه متعامل مع ادسنس او متعامل مع شركه اعلام ما بتقبلش الزيارات، لا اتعامل مع الشركات اللي بتقبل زيارات، ميلو ادز، بروبلر ادز، ريفينيو ادز، كذا شركه بتقبل زيارات هتكلم عليهم برضو في الفتره الجايه عشان الناس اللي مش عارفاهم، وتتعامل معاهم، ما تتعاملش مع شركات ما بتقبلش زيارات، خليك كده ايه بتفهم. وعندك هنا الباقات اللي انت عايزها ب 10 دولار 15 دولار، وعندك 25 دولار لحد 800 دولار 60 مليون زياره. بعد ما تختار مثلا الباقه اللي انت عايزها، اختار مثلا اقل باقه 10 دولار، هتكتب هنا اسمك، هتكتب الايميل بتاعك، هتكتب الباسورد، تعيد الباسورد مره تانية، موضوع بسيط جدا. هتختار هنا طريقه الدفع، وليكن مثلا انت عندك هنا طريقتين تمام، عندك بيرفكت ماني وبيتكوين. لو قلنا بلاش بيرفكت ماني عشان مش سهل بالنسبه لناس كتير ومش عارفينه اصلا، ناس كتير قوي مش عارفاه، طيب خلينا نروح للبيتكوين البسيط الجميل بتاعنا. كل اللي هتعمله وكل اللي انت عايزه عشان تشتري بالفلوس اللي انت عايزها بيتكوين، وليكن مثلا 50 دولار 100 دولار 500 دولار اي رقم انت عايزه بيتكوين. دلوقتي احنا عندنا بيرفكت ماني وبيتكوين، طيب انا لا معايا ده ولا معايا ده، انا معايا فلوس كاش، اعمل ايه عشان اجيب بيتكوين او بيرفكت ماني؟ طيب الموضوع ابسط مما تتخيل، ركز معايا ركز معايا. اول حاجه عندك لينك في الوصف، لينك لواحد صاحبي، قناه واحد صاحبي، اشترك فيها دي اول حاجه. تاني حاجه الشخص ده بيتاجر، مش بيتاجر، هو يعني معاه بيتكوين فبيبيع، فانت ممكن تشتري منه بالعدد اللي انت عايزه، ده حاجه جميله جدا تمام تمام. تاني حاجه الشخص اسمه احمد يحيى، يعني انتوا عارفينه يحيى تكنو، فممكن تستخدمه الشخص ده في ان هو يبيع لكم بيتكوين، قشطه. دي اول حاجه. تاني حاجه لو احمد مش متاح، ممكن تعمل حاجه جميله جدا، هي انك تشتري من فايل ابلود. طيب يعني ايه؟ انا بنفسي اشتريت منهم قبل كده كذا مره، الموضوع سهل جدا، بتخش على صفحتهم على فيسبوك بتقول لهم يا جماعه لو سمحت انا معايا فودافون كاش كذا وعايز احولهم لبيتكوين، هياخدوا منك الفلوس من فودافون كاش على رقم ليهم ويدوك الفلوس بيتكوين، بس بسيطه جدا وسهله جدا. هتعمل اكونت على بيتكوين سوري على بلوك تشين وتستلم عليه البيتكوين بتاعك، بس بكل سهوله، الموضوع سهل جدا. بس شباب ده بكل بساطه الموقع ده. خلينا نقول لك مميزات الموقع ده في السريع. اول حاجه، اول ميزه في الموقع ده واحسن ميزه، انه يقدر يقلل ترتيب اليكسا، يقدر يكسبك من اختصار روابط لمواقع اختصار روابط طبعا اللي ملهاش في الكباتشه والحاجات دي، فيقدر يكسبك مواقع اختصار روابط. في استراتيجيات كتير هتتعمل على المواقع ده وعلى استخدام الموقع ده في الفتره الجايه، ولكن كل اللي انا عايزه انك تطلب في الكومنتات بس تحت انك عايز الحاجات دي عشان بس ما تعبش نفسي على الفاضي وما الاقي مفيش تفاعل وكده، فاتمنى بس تطلب مني في الكومنتات. وبس كده يا شباب، دي كانت حلقه النهارده، ولكن استنى الحلقه دي لسه ما خلصتش. زي ما قلت لكم لسه في كذا حلقه المفروض تتعمل على الموضوع ده، ولسه في كلام اكتر وحاجات اكتر محتاج المبتدئين يفهموها، ومحتاج الناس المتوسطه اللي ما جربتش الموضوع ده قبل كده تفهمها. الموضوع سهل جدا يا جماعه وبسيط، ولكن فعلا محتاج شويه فهم، محتاج شويه تركيز، محتاج شويه عزيمه ليا انا شخصيا عشان اعمله لك واشتري سيارات وحاجات. ف بليز الموضوع مش سهل، فبالله عليك اعمل لايك، اشترك في القناه كل مرة تشوفني، اشترك في القناه دي ضروريه جدا طبعا، في القناه دي والقناه الجديده هتلاقيها في اول لينك في الوصف. شوف الموقع برده بتاع الزيارات ده، وارسل شويه زيارات لموقعك، قلل ترتيبك في اليكسا، ارسل زيارات لمواقع اختصار الروابط اللي ما فيهاش كباتشه برده بتتحسبوا، ما تخافش هيتحسبوا، هتكسب ارقام كبيره جدا من الموضوع ده، وهوريها لك برده في المستقبل لو بس عملت لايك الفيديو. قلت لي في الكومنتات تحت ان انت عايز تفاصيل للطريقه اللي احنا اتكلمنا فيها من تحويل 10 دولار ل 10000 دولار، قول لي قول لي انك عايز تفاصيل اسفل الفيديو في الكومنتات. وبس لو عندك اي حاجه او اي استفسار اكتبه لي في الكومنتات، وما تنساش تطلب مني ان انا اعمل تفاصيل عن الموضوع ده، وانا هيجي لي حماس كده واعمل فيديو. وبس كده، شكرا جدا ليك على مشاهده الفيديو ده للاخر، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.